السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، تونسي يتكلم عن حرب النيجر وأنبوب الغاز والجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم. حروب الطاقة، حروب اللي قاعدة تصير كل توا مرتبطة بالطاقة، لأن الاقتصاد فما برشا اقتصاديين يعرفوا الاقتصاد بأنه الاقتصاد هو تحويل الطاقة من طاقة إلى منتوجات. بالنسبة لل الوضع في افريقيا توا، النيجر ونيجيريا والجزائر، ثم مشروع نتاع انبوب غاز يمشي من نيجيريا ويتعدى على النيجر يوصل الجزائر، ومن الجزائر تم توزيعه بال 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 بواخر على بلدان الاوروبيه. البرنامج هذا ما يسعدش روسيا، لأن روسيا تحب تخلي أوروبا عطشانة، تخش ما تاخذش الطاقة. من هنا جات الوضع الذي المضطرب. طبيعة فما هذوما جماعة النيجر 70% منهم معناها تحت خط الفقر، وفرنسا تستغل فيهم، هذا معروف، هذا وطبيعي وسبب من الاسباب. اما ثم سبب الاخر اللي هو حرك الامور، وروسيا عندها فاغنير، هذه فاغنير طلعه جديده، هذه جنود هذوما العصابات نتاع الفاغنير، هذوما الحرب اللا متكافئه، لا غير اسيمتريك، حرب العصابات كما حزب الله وكما شو اسمه هذوك حشد الشعبي في 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 سوريا والعراق، زي نبيون وفاطميون وكذا. هذه تسمى قوات لا دوله، قوات لا دوله. توا تمشي للروس يقول لك فاغنير هذاك مش تبعتنا، فهمتني؟ حيث روسيا ما تحبش الحكايه هذه. هذا برنامج كان فيه تقريبا جماعه يقولوا 11 وجماعه يقولوا 13 مليار دولار باش تعمل البرنامج هذا. توا ما عادش باش تعمل، لان ثم حرب سيء ما عادش يمكن يوليوا يعملوه مشيرة المغرب، حتى ثم كانت الجزائر والمغرب يتنافسوا عليه الانبوب هذايا. اما شنو هو كي باش يعديوه على البحر ويطلع للمغرب باش يتكلف 25 مليار دولار. دونك خذاو الطريق الاسهل اللي هو من شو اسمها من نيجيريا للنيجر للجزائر. روسيا ما ساعدهاش، تحب تشمت في اوروبا، تحب تبركها. دونك هذا الموضوع، فهمت؟ والجزائر ما ساعدهاش باش تدخل في تخسر، مش لازم الانبوب فكرينا.